اجتمع الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك القائم بأعمال رئيس مجلس منظمة الجمارك العالمية مع نواب الرئيس والأمين العام للمنظمة، وذلك عن بعد من خلال الاتصال المرئي. وفي بداية الاجتماع أعرب الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة عن شكره وتقديره لجهود أمانة المنظمة في المتابعة المستمرة لتطورات الأوضاع التجارية والاقتصادية في ظل جائحة كورونا، وتزويد المنظمة بآخر المعلومات والبيانات للأعضاء بما يسهم في اتخاذ الإجراءات الجمركية بالسرعة والدقة المطلوبة وانسياب حركة التجارة العالمية في ظل جائحة كورونا. وأكد الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة على أهمية تقديم الدول الأعضاء المعلومات والملاحظات حتى يتم اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة حيال ذلك، بما يسهم في المضي قدما في عملية التطوير والفعالية في مجال العمل الجمركي لدى الدول الأعضاء، موضحا أنه نظرا للظروف الاستثنائية التي تعقد فيها اجتماعات المنظمة، فأنه يجب توجيه الاهتمام إلى سرعة التعامل مع المواضيع التي تشكل معايير جديدة وهامة كالاتصال وتيسير التجارة والتكنولوجيا. من ناحيته أشار الأمين العام الدكتور كونيو ميكوريا والمجتمعون أنه بعد التشاور والمناقشة فقد تم اعتماد موعد عقد الدورة 83 للجنة السياسات بالمنظمة في الفترة من 7 وحتى 9 من ديسمبر 2020، والدورة الاستثنائية 37 بعد 100 لمجلس المنظمة من 10 إلى 12 من ديسمبر 2020 من خلال الاجتماع المرئي عن بعد برئاسة الشيخ أحمد بن حمد الخليفة.